قبل نروح كل سنة واحد أمين. حلقة جديدة مع قناة دكتور أوجستين. لسه جديد على القناة، ضغط زر اشتراك وتفعيل زر الجرس. درجاتي في مادة اللاهوت المقارن احنا خدناها في سنة تانية وسنة تالتة. سنة تانية خدناها مع أبونا بشوي حلمي، سنة تالتة خدناها مع أبونا غرغوريس رشيدي. مادة أبونا بشوي حلمي مادة اللاهوت المقارن شيقة جدا جدا جدا، لأن هي بتحمل اللاهوت المقارن والحوار مع الكنائس الأخرى و بعض الفروق ما بيننا وبين الطوائف بقت يعني قربت تزول، خاصة في نقطة المعمودية والإيمان والأعمال وهكذا. هم بقوا يقربوا لنا، أو إحنا بقينا نقرب لبعضينا بمعنى أدق ومعنى أفضل بكثير. في نفس الوقت طريقة عرضها أبونا بشوي حلمي رائعة جدا، جبت فيها 50 من 50. الفرقة التالتة مع أبونا غرغوريس رشيدي جبت 48. كان بيتكلم على البابا كرولوس عمود الدين والرسائل وإلى نسطور. شخصية أبونا غرغوريس رشيدي أكاديمية بس حاسمة جامد. صدقني يا عبانة، مش كل الناس اللي داخلين الكلية الإلكترونية داخلين ناويين على سرقة الكهنوت أو اغتصاب الكهنوت، ده مش حقيقي. الناس داخلة، مش كله، في كده وفي كده، في ناس داخلة. أنا عن نفسي كنت داخل أشوف الكنيسة فيها ايه، ايه مركزية الكنيسة فيها ايه. في نفس الوقت التعلم والأبحاث، وكمان عجبني كده جدا طريقة التدريس، وبسيطة وسهلة في نفس الوقت. طريقة الشرح بتاعت بابا كرولوس عمود الدين والرسائل، اللي اكتشفت اصلا ان مجمع خلقدونيا جوه الرسائل اللي مترجمها المتنيح دكتور موريس توادرس، بتأكد ان مجمع خلقدونيا نفسه مؤمن بهذه الرسائل. يعني واخد البابا كرولوس عمود الدين الاسكندري القبطي كمصدر للاهوت عنده حتى في اللاهوت الغربي. ودي كانت ارتكاز، محور ارتكاز للكلام مع الكنائس الغربية في منتهى الروعة، وبخاصة الكنائس الروم أرثوذكس والأنجليكان والكنيسة البروتستانتية وكل الكنائس الغربية بوجه عام. الدرجة كانت 48. تعامل أبونا غرغوريس لذيذ ولو يحمل معنى الحسم. متوسط الدرجات 49 من 50، امتياز برضو. نشكر الله. رجاء محبة مشاركة الفيديو وعمل لايك وكومنت، ولحضراتكم ده على القناة ما تنسوش ضغط زر الاشتراك وتفعيل زرار الجرس. شكرا لكم.